اللاعب اللي شارك في 3 مباريات في دوري فيفا. تلعب الكرة الآن ولكن الدفاع خطير، هذه الكرة وانفراد في المرمى ويحطها في الجول. الله، جول، يسجل هدف أول وخطأ دفاعي كبير في فريق نادي. ترجع مرة ثانية لصالح العنابي ومشعل فواز إلى محمد العزمي، نقلة عرضية خطر الجول، جول ثالث لصالح النصر فرانشيسكو. رمى العبة لصالح النصر، الانطلاقة السريعة والمحاولة لمشعل، لكن أيضا يتابع محمد العزمي. عمد العزمي كرة ملعوبة، 1-2 ويتابعها بخطة بالجول، جول في رابع انطلاقات محمد خالد. من الأول أحمد هشام خطر الكرة لكن بيتابع محمد سعد إلى فرانشيسكو توريس بخطة بالجول، جول لصالح الجهرة. وصل أخيرا للجهرة ويلعبها لعب نادي النصر، وهجمة 49 انتهت، وفي ثواني وفي ثواني وفي ثاني مع الثواني في ثاني، والجول الثاني تسجل للنصر خلاص.